مشاهدينا رح ننتقل لتاني فقرتنا لليوم عن الفقرة الصحية، ورح نحكي عن موضوع كتير مهم اليوم عن السيلوليت وكيف ممكن اليوم نحن ننزل وزننا بشكل طبيعي يعفف. صحيح هادي، وهذا يمكن الموضوع والحديث هو شائع. حديث الجلسات تمام. والقعدات وحتى بالجيم بيتناولوا، والأكثر شيء هنون النساء يلي بيتناولوا هذا الموضوع، ولكن بتكتر الأقاويل وبتكتر النصائح والخلطات الإبداعية حول هذا الموضوع لتخفيف الوزن أو حرق الدهون مثل الاناناس او خل التفاح او الجريبي فروتي او هي القصاصه، وطبعا هنون بيصدقوا وبياخذوا بكثروا من هي القصاص على امل تنحرق الدهون ويختفي السلوليت او حتى ينزل وزنا. ولكن اليوم رح نتعرف على اهم النصائح المبتكره لحتى نحن نحرق وزننا او نحرق الدهون بشكل صح، واكيد شو هي الاخطاء الشائعه يلي المرتكبه اليوم لحتى نحن نقدر ننزل وزننا. اكيد رح نتعرف على كثير من المعلومات المهمه مع ضيفتنا لليوم اميره لقطيني اخصائيه علاج. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي حبيبتي. صباح النور. صباح أهلا النور اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. هلا اليوم عم نحكي عن موضوع كثير مهم وشائع جدا بين السيدات، وموجود اكيد عند السيدات والرجال لكن عند النساء بشكل كبير. ذكرنا بالمقدمه شويه هيك تفاصيل او معلومات اليوم عن خل التفاح والجريفون والامور، شو رايك اليوم بالموضوع؟ هلا الاخطاء الشائعه كثيره بالحياه، وأنا بحكم عملي بالمساج والعلاج الرياضي بتعرض لكتير أسئلة، مثلاً إنه مثلاً مدام الخل التفاح هو كتير بيساعدنا على حرق الدهون. أنا بقولكم إنه هاي ما أنا حقيقة، هاي إشاعة، لأنه خل التفاح هو شيء مبدأه هو من الأسيد، فممكن إنه نحن نضايق معدتنا يصير معنا نوع من أنواع القرحة، فنحن فينا نضيف خل التفاح لأي نوع من السلطة ناكله نستمتع بطعمه يعطينا نكهة طيبة لطعامنا. أما هو كحارق شحوم ما في شيء بالنهاية هو اسمه حرق شحوم، في شيء اسمه غذاء صحي، غذاء متوازن ما ناقص فيه ولا عنصر من العناصر اللي ممكن تساعدني على أنه أنا يكون جسمي قوي ومتين. طيب اليوم كثير من الأشخاص بيلجأوا لوصفات تانية وبيصدقوها اليوم كيف ممكن أنا بدي أعرف أنه هاي الوصفة صح ولا غطأ، وشو هي أهم الأخطاء المرتكبة كمان؟ نحن بما أنه صرنا بعالم كله إنترنت وسوشيال ميديا ما عاد حدا منقدر نقول عنه أنه هو ما بيعرف، لأنه نحن بين إيدينا سلاح هو كثير حلو، فينا نحن نقرأ نوصل للتارجت اللي بدنا اياه بالقرايه والعلم والفائده، او اذا نحن ما بنعرف او ما عندنا الوقت الكافي فينا نستشير الاخصائيين اللي هن بيقدروا يساعدونا بدرسهم بعلمهم بسنين خبرتهم. فانا ما بحب انه حدا يحكي شيء ويقوله ونحن ما نحن متاكدين منه، فالاخصائي اليوم هو اللي بيساعدنا على اي شيء نحن ممكن نحب انه نوصل له او تارجت معين نحن فينا نوصل له. هلا مثلا كثير بيقولوا انه الاناناس، طيب هي الاناناس هي فاكهه كثير طيبه، هي صحيح غاليه شوي ولكن نحن فينا نستفيد من طعمها الطيب، من الالياف الموجوده فيها، الالياف اللي هي بتساعدنا على الشعور بالشبع. وهي كمان الاناناس فيها انزيم اسمه البرومولين، هذا البرومولين هو ما بيساعد على خسارة الوزن أو خسارة أو حرق الشحوم، ولكن بيساعد على امتصاص البروتين، البروتين اللي هو مصدر إشباع للإنسان. فنحن بنكتفي إنه الأناناس هو فيه أنزيم مساعد على امتصاص البروتين حتى يحسسنا بالشبع الكافي، وهي فاكهة كتير طيبة وصيفية خلينا نستمتع بطعمتها. أكيد. اليوم شو رأيك بخل التفاح على الريق، أو مثل كمان أحيانا بيقولوا المي فاترة وليمون، تمام. هل هذا الشيء اليوم ممكن فعلا يساعد بحرق الدهون المتراكمة؟ خبرينا. تمام. هلأ الدهون المتراكمة هلأ رح نحكي شوي عنها، ولكن الدهون المتراكمة ما بيساعدها غير إنه نكون عايشين حياة صحية تماماً، بالرياضة، بالتكسير الشحوم اللي هي كتير المساجات اللمفاوية اللي بتساعد على تكسير هي الشحوم اللي هي بالنهاية. هلا هو السيلوليت شو هو؟ السيلوليت هو تراكم دهون على طبقة الجلد، عفواً على طبقة على العضلات، على النسيج الضام اللي هو بين الجلد والعضلة، فتراكمه لهذا الدهون رح نقول عنها الدهون، تراكمه بيساوي بيخلي نسيج الضام ينشد للأسفل، وبتتراكم الدهون بتشد الجلد للأعلى وبتعملنا هي التراكمات اللي نحن بنقلها مثلا بدايتها بتكون اسمها قشور البردقان، حتى توصل لشبه هضاب حسب الحالة لوين موصلة بالفات.
تمام. فنحن حتى نعمل تكسير لهي هي طبعا بداية الحياة الصحية اللي هي بتبلش بالرياضة اليومية بالشي اللي بيحبه الإنسان، ما في رياضة معينة هي اللي بدها تكون بتحرق أو بتعمل أو بتساوي، الإنسان شو بيحب بيلعب. تاني شيء طبعا بإشراف أخصائيين مو لحالنا. تاني شيء تكسير الشحوم اللي هي مجال تصريف لمفاوي للجسم، بيساعد على تصريف الشحوم الزايدة وتحرير الجسم منها عن طريق البول. شرب السوائل، شرب السوائل بالمقدمة هي المي، لأنه المي فيها عنصر الأكسجين اللي بيساعدنا على الحرق. فينا نقول الحياة الصحية كمان بتتبع للأنظمة الغذائية اللي هي يعني فينا نقول إنه إذا نحن ما بنعرف لحالنا أو ما بنقدر نعرف، فينا نهتم بال أو يساعدونا النيوتريشن أو الدايتيشن، بيساعدنا على نقدر إنه ناكل شيء اللي بيساعد جسمنا إنه يضل عم يكون صحي خالي من أي شيء ممكن يسبب لنا زيادة وزن. طبعا ما بدنا ننسى إنه في كمان عناصر وراثية بالموضوع، هي السلوليت طبعا أسبابه كثيرة بس تختصر بالعوامل الوراثية، لأنه السلوليت هو مرض جلدي ولكن غير مؤذي، بس له حلول كتير عددناها هلأ نحن مع بعض. فهي باختصار علم السلوليت وحلوله. دكتورة ممكن مؤذي للنفسية طبعا، مؤذي للنفسية مؤذي طبعا. هلأ السوشيال ميديا والموضة، يعني ما في بنت أنا ما عم لاقي البنات الصغار اللي هلا مبلشين يطلعوا على الصبايا، فينا نقول كله صار مهتم بانه يكون جسمه حلو صحيح. خالي صحي، بشره طريه، بشره صحيه، عضله قويه. فعم حس انه هلا صار في تطور بالثقافه الرياضيه. قبل كان في ثقافه رياضيه ولكن يعني كانت قليله لانه عدم وجود السوشيال ميديا، عدم وجود الاختصاصات المناسبه. اما هلا لا، بالعكس العلم تطور، الانترنت صارت خيار لكل العالم، فالوحده فيها توصل للتارجت اللي بدها اياه من خلال تسلح بالمعلومات او مساعده الاختصاصيين. اكيد ما بدنا ننسى اللايف ستايل الصحي طبعا طبعا. انا دائما بقول لكل العالم وتروح على الجيم، يعني هذا موضوع الرياضه هذا موضوع ثاني، ولكن اليوم بيلجأوا بيسمعوا انه الكافيين، كلنا بنسمع انه الكافيين كمان بيساعد على حرق الدهون او التخلص من الوزن كمان. خلينا نعرف شو صحه المعلومات. تمام. هلا الكافيين هي في دراسات قديمه بتقول انه هو بيساعد على حرق الشحوم، ولكن انا يعني بقدر اكد لك انه الكافيين هي ماده بتساعدنا على التنبيه. فنحن كرياضيين قبل ما ننزل للتمرين ناخذ كاسه قهوه بتساعدنا على الشعور بالنشاط، فبنلعب تمريننا بشكل صحيح. اما يعني انا بدي الغي تماما اي فكره من الخل التفاح لا 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 انه تكون هي حارقه شحوم. ما في شيء اسمه بالحياه حارق شحوم غير انه تحط براسنا انه نحن بدنا نعيش حياه صحيه ونتسلح بالمعلومات الكامله، أو ما بنعرف نلجأ للاختصاصيين. طيب اليوم خلينا نحكي أكثر، وين ممكن السلوليت بأي منطقة ممكن يكون موجود أكثر؟ هل هو بالبطن، بالفخذين، بالوراق؟ وشو هي أصعب منطقة اليوم نحن صعب كثير إنه نذوب الشحوم أو الدهون؟ تمام. هلا بالنسبة لهي قبل ما نقول وين المنطقة، نحن رح نقول تراكم السلوليت هو بيكون عند الامرأة، لأنه الاستروجين الهرمون اللي هو الأنثوي هو المسؤول عن هذا التراكم. فالمرأة هي أصعب إنسان إنه يكون عنده هذا التراكم. الرجل هو قوي عضلياً وتركيبة الهرمون عنده ما بتأدي للسلوليت، فرح نقول للمرأة. المرأة هي تراكم السلوليت بيكون أكثر شيء بالأرداف، بالإليتين، بالمنطقة الوراك بشكل عام، سفل البطن، المنطقة العضلات، الإيدين. التراكم بيكون بكل مكان، ولكن الأرداف هي أكثر شيء معرض لتواجد السلوليت ومظهره البشع فينا نقول. أي حل للسلوليت هو الحياة الصحية بالمرتبة الأولى اللي هي الرياضة، شرب السوائل خاصة المي، والتكسير الدهون اللي هو بيعتمد على تكسير هذا النسيج الضام اللي متراكم عليه هذا اللي بنقله نحن السلوليت. التروية اللمفاوية بتصير عن طريق المساج، ويتبع الرياضة الجيم، شرب السوائل،
واي حياه صحيه ممكن انت تشوفيها لازم تتبعيها حتى تعيشي بجسم صحي يقدر يخدمك لقدام، لانه ما حدا بيقدر يخدمك غير جسمك اللي الله اعطانا اياه لنحافظ عليه. يمكن ذكرتي شيء كثير مهم اليوم هو السبور، يعني هو تماما. كان في سوليلايت ولا تمام. لا لازم اي تمام. شخص يضل عم يلعب جيم لحتى اذا جسمه حلو يحافظ عليه. يعني تماما العلاج. لانه حتى في عندنا بنات صغار هن رياضيين ولكن السلوليت ممكن يكون موجود فيهم ممكن. لازم يكون في سبب معين يسأل اختصاصي، لأنه قلة التروية الدموية هي ما بتلحق بس اللي أوفر فات، بتلحق حتى الصغار بالعمر وحتى اللي أجسامهم حلوة ورياضية. يعني أنا كتير بيجيني حالات على مركزي هي ناس كتير نحاف ورياضيين كتير ولكن السلوليت موجود بحياتهم. طبعا السبب الأساسي هو قلة التروية. قلة التروية يعني نقص الأكسجة من الجسم من خلايا الجسم هي اللي بتساوي هالقصة. فلازم الواحد وبأكد على هي القصة يتسلح بكتير كتير معلومات، لأنه اليوم العلم ما ترك لحدا إنه ما يعرف، واللي ما بيعرف يسأل اختصاصي. تمام. خلال حديثك كنا عم نحكي إنه السبور هي اليوم يمكن تكون مبدأ علاج المشكلة، ولكن نحن إمتى ممكن نلجأ للعلاج الجراحي؟ شو هي الحالات اللي فعلًا نحن نستدعي التدخل الجراحي؟ التدخل الجراحي بيصير وقت يكون في overweight. يعني وقت يكون overweight طبعًا نحن بدنا نكون تيم كامل بين الجراح بين الدايتيشن وبين المساجيست اللي هي اختصاصي أنا. بدنا نكون تيم واحد لأنه بده يبلش الاختصاص بالجراحة اللي هي شفط الدهون مباشرة بعد استشفاء الجرح أو استشفاء العملية اللي هي قامت فيها المرأة. بتدخل الدايتيشن كنظام غذائي صحيح لهي المرأة، بعدين بدخل أنا بعد ما يصير عملية استشفاء كاملة من الكدمات اللي بتصير بعد العملية الجراحية لحتى أنا وزع الشحوم اللي هي سلوليت اللي هي النسيج الضام مو الشحوم السائلة اللي هو الدكتور أساسا شفطها ومنوزعها بطريقة حلوة على العضل ما نخلي لها بروزات عن طريق التصريف اللمفي اللي حكينا عليه بالبداية. فالعمل الجراحي بتلجأ له المرأة أي إمتى وقت يصير في overweight بيصير عنا ما عاد عنا نقدر نحنا نتحكم بحالنا. فأنا بنصح أي بنت وأي صبية وأي مرأة إنه تلجأ للحياة الصحية لما توصل لهي المرحلة اللي هي بتكون خطيرة للإنسان. يعني اليوم يعتبر هذا الحل هو حل نهائي ممكن ترجع للمشكلة ولا لا؟ ممكن ترجع للمشكلة طبعا، ما في حل جذري للموضوع. يعني أنا شو السبب يلي بيخلي المشكلة ترجع؟ نرجع عملت علاج كامل وعملت ما في شيء اسمه كامل. العمليات اليوم بتساوي لك 20% على العملية وال 80% على الإنسان الفاقد هذا الشيء. تمام. فالدكتور اليوم ما هو معجزة ولكن هو مساعد. الدايتيشن نفس الشيء والمساجيست نفس الشيء. يعني أنا كخبيرة مساج ما بقدر أنا أكون معك بكل الحياة، أنت كمان لازم تتحملي مسؤولية اللي أنت عم تساويه. فأنا بساعدك بقدم لك علم بقدم لك خبرة بقدم لك الجلسات اللي حتساعدك، ولكن أنت اللي بدك تتسلحي هون وتبلشي من دماغي وأنا بدي ضل بحياة صحية حتى ما يرجع الشيء. بيرجع إمتى؟ وقت أنا خل بأي قصة من اللي حكيناه هون اللي رتبناهن سوا أنا وياه. طيب خلينا كمان نركز على الأسباب. إذا كان أسباب عديدة، إن كانت اليوم وراثية أو إن كانت نتيجة اليوم ارتفاع الوزن الزائد عدم اتباع الأنظمة الغذائية. شو في أسباب لسه كمان إحنا يمكن مجهولين عنا عم تسبب لنا سلوليت؟ ممكن كمان الحمل، المرأة الحامل يصير في عندها هذا الموضوع؟ طبعاً. هلأ المرأة الحامل طبعاً معرضة لأنه أساساً الهرمون عم يلعب بجسمها. والهرمون الأنثوي اللي هو الأستروجين هو كتير مسؤول على التراكمات الشحمية اللي بتأدي للسلوليت. فنحن إذا تسلحنا بالعلم، المرأة الحامل اليوم عندها رياضة الحوامل، عندها إنه تتغذى صحياً، عندها إنه هي ما تفرط بالأكل. اليوم الأكل مو للجنين، الجنين بياخد كفايته من المامي تبعه، بس أنت بالنهاية عم تأذي جسمك. فخلينا دائماً بالحياة الصحية، يعني هي المرتبة الأولى هي الحياة الصحية اللي هي تابعة للرياضة، للسوائل الكتيرة، لأنه أنت تغذي حالك معلومات ما تخلي حدا يقول لك كذا أنا بعمل مثل ما عملت جارتنا. لا أكيد
كل واحد مسؤول عن حاله، مسؤول عن جسمه، لا يكون بحياة صحية ويقدر يخدم جسمه مثل ما الله خلقه لا يقدر يخدمه. أكيد. تمام. وبالنهاية يعني هي القصة قصة قرار. تماما، اتخاذ القرار والتارجت اللي نحن بدنا إياه لوين نوصل له. تمام. ما نتراجع ولا خطوة لورا بحال بدأنا باللايف ستايل تبعنا. الاستمرارية. تمام. يعني الاستمرارية. أكيد بده فأي قرار من الجراحة لا المساج بده يكون قرار واضح، أعرف أنا شو بدي وكمل فيه، ما أتراجع ولا خطوة. لهيك اليوم كل السيدات الصبايا اللي بعمر صغير أو بعمر كبير بتلاقيهم هاي المشكلة عن جد بتأثر على نفسياتهم، على نفسياتهم حتى على صحتهم الجسدية، ممكن تسبب لهم مشاكل وممكن ياخذوا كتير من الخلطات يلي بالمقابل تأذي لهم معدتهم وأمعائهم وقصص كتير ممكن تكون قاسية عليهم. خلينا ناخذ هيك بآخر دقيقة من الوقت أهم النصائح لكل حد عم يسمعنا وبده يتخلص من هاي المشكلة. بداية الرياضة هي أهم عنصر ممكن البني آدم يلجأ له، ولكن إذا في تراكمات دهنية عنيدة نحن بنقلها السلوليت يا ريت يلجأوا للمساجات، لأنه المساج اليوم هو كتير حل واضح وسريع لأي شيء بيقولوا له تراكم. أنا بكمل الرياضة تمام، بعطيها الخطوط الأساسية، الرياضة بتكمل شغلي للماكسيموم، يعني بحال وجود أي قلة ثقافة بالنظام الغذائي يا ريت انه نلجأ للاختصاصيين، لانه اليوم ما حدا كامل معلوماته، ولكن الاختصاصي موجود ليساعد، فالحياة الصحية هي نمبر 1. اوكي اكيد. بالختام بدنا نتمنى السلامة للجميع والكل يتمتع بصحة جيدة وبجسم حلو وبنفسية حلوة اهم شيء. شكرا لك واهلا وسهلا. شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا. اكيد كنتي معنا اميرة لقطيني اخصائية علاج رياضي. اهلا وسهلا فيكي وشكرا لك. شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا.